والله مش عارف اقول لكم ايه يعني، بس في حاجات كده بتبقى غريبه شويتين، وجزء من دواعي الغرابه انه تقريبا بيتحذر منها كل سنه، ولا زالت الناس بتقع في نفس الفخ هو هو، عارف كده زي بالظبط ايه المستريحين، يعني مجموعه قصه المستريح دي بقالها من ايام شركات توظيف الاموال، شوف من قد ايه، وكل شويه يتعمل تحذير وخلي بالك وما تعملش كده، وحقك تكبر فلوسك وتستثمرها، بس استثمرها بشكل واضح ومعلن وقانوني ومشروع الى اخره، ده مثلا. وبالرغم من ذلك كل شويه حد يطلع لك مستريح جديد والناس مدياله ملايين مئات الملايين، والله طب انتوا بتتعلموش؟ نفس الحكايه تلاقي يقول لك ايه مش عارف جمعية مش عارف سيد قدرة إن شاء الله هتقوم بذبح مش عارف كم رأس في دولة كذا. أنت تعرف جمعية سيد قدرة؟ ما تعرفش جمعية سيد قدرة. عارف إن الحاجة دي هتتذبح فعلا؟ لا ما أنتش عارف. عارف إنها هتروح للمستحقين؟ لا ما أنتش عارف ولا عارف حاجة. وهتروح تدفع الفلوس، طب الفلوس دي هتعمل بيها إيه؟ ده سؤال. السؤال التاني، انت شايف ان خلاص مصر مستكفية فانت قررت تروح تضحي في دولة كذا؟ طب مش نخلص يعني الشعب المصري الشقيق الاول، يعني هو خلاص لازم في السنغال ما ينفعش في صفة اللبن؟ شيء غريب يعني. وتبدأ النوع ده من الدعوات تنتشر دايما في الموسم بتاعنا، كل سنة طيبين، العيد قرب يعني كلها ان شاء الله كام يوم، و اللي هو يلا بينا هنروح الأضاحية، هتذهب إلى الدولة الفلانية أو للجهة العلانية. مصر فين؟ يعني أنا شيء غريب بالنسبة لي جدا. الإفتة بتحذر من هذه الدعوات، وكل سنة الإفتة الحقيقة بتقول يا جماعة لو سمحتوا خلي بالكم. خلينا ناخد معانا على التليفون دكتور خالد عمران أمين الفتوى بدار الإفتاء. أهلا 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 يا دكتور، وكل سنة وحضرتك طيب وكل عموم أمة المسلمين طيبين. كل سنة وسيادتك ومشاهدينا والعالم كله كله بكل خير وصحة، وإن شاء الله ربنا يعيد علينا هذه الأيام في أفضل وأسعد وأجمل حال. طب دكتور خالد، بالتأكيد أنت خير من يحدثنا ويفتينا في هذه الدعوات المنتشرة واللي بتنتشر دايما كل سنة في نفس ذات الموسم. هو الحقيقة طبعا احنا في حالات كثيرة تعرضت للنصب من جراء ان فيه يعني زي ما تقول مصادر على السوشيال ميديا وعلى مجهوله وغير معلومه وغير موثوقه بتدعو الى يلا نعمل الاضاحي في بعض الدول اللي الاسعار الاضحيه فيها بيقول اقل او كده، وبالتالي يبقى انت هتوفر وكذا. هذا كثير منها بتبقى حالات نصب والناس تشكو من النصب، ولذلك احنا بنقول للناس الذين يريدون ان يقيموا شعيره الاضحيه، اذا كنت تقدر على الاضحيه فاولى بالتاكيد، يعني حتى المثل بيقول الاقربون اولى بالمعروف. صحيح، كل ما كانت دايره اقرب ليك وانت هتروح الاضحيه هتتوزع فيها كلما كان أكثر صلة وأقرب رحما، والرحم الإنساني، الرحم الوطني، الرحم الأقارب. الأضحية فيها معاني كتير لابد أن أنت تستوفيها، أو يعني لازم نستوفيها وإحنا بنوزع الأضحية. زي ما حضرتك قلت كده، الدوائر اللي يعني الوطن فيه كثير من الناس المحتاجين اللي ينبغي أن تتصل إليهم هذه الشعيرة، عاوزين نسعيهم في هذا الوقت. مش عايزين نعرض نفسنا بقى لمسلسل النصب تاني ونرجع تاني زي ما شكونا قبل كده من المستريح، نرجع تاني نشكو من ظاهرة جديدة والسر فيها انك بتلقي بمالك الذي قد تظن فيه ان هو خير يعني او جهة من جهات الخير، بتلقي بمالك في مصدر غير موثوق وغير عامل تحت اي رقابة، وهو فقط انه السوشيال ميديا بيقدم لك حاجه ممكن في كثير من الاحيان تبقى مزوره ومش صحيحه. فلذلك احنا بنقول للناس
أدى الأقربون أولى بالمعروف، إذا كنت قادرا على الأضحية فالأقربون أولى بالمعروف، إذا لم تكن قادرا فالأضحية أصلا أولا هي سنة، ثانيا سنة على المستطيع، صح، وهي من العبادات اللي تقع تحت الاستطاعة، فمن لا يستطيع فبرضه في سبل أخرى يعني الاستطاعة ما بلغتش الأضحية، في سبل كثيرة لصلة الرحم وللإحسان إلى الناس في هذا اليوم. يلا يعني جاء من الفقه ومن العقل الناضج الذي ينبغي أن يتعامل مع الله بهذه الطريقة. طيب دكتور، حتى برضو الكلام يبقى واضح جدا قدام الناس، إذا افترضنا أنه جهة ما وأنه الجهة دي موثوق فيها بنسبة 100%، بس برضو بتقول للناس يا جماعة هاتوا الفلوس علشان احنا هنوزع الأضاحي في الدولة الفلانية ولا في البلد العلانية، أيهما أولى، مصر وأهل مصر ولا أن أنا أطلع الفلوس دي برة أو أطلع الأضحية دي برة؟ خلينا نقول أولا احنا عندنا جهات كتيرة في عاملة في مصر موثوق منها، سواء كانت بعض الوزارات زي وزارة الأوقاف مثلا أو بعض الجمعيات، صحيح، ولا عن طريق ما يسمى الصك، إن هي بتؤدي هذه العبادة وفي الحقيقة في كفاءة كبيرة وفي نضج كبير وإدارة كبيرة لمثل هذه الصكوك. الأمر الثاني أن لا، إحنا طبعا القاعدة الشرعية المرعية المستنبطة من الشرعية، طبعا مش نص شرعي لكن مستنبط من الشرع، الأقربون أولى بالمعروف، أهل الدائرة الأقرب اللي هي اللي بتوزع فيها الأضحية حتى تشمل كل الوطن، ده أولى بالمعروف. فقط عن الإجابة الواضحة عن سؤال حضرتك، طبعا داخل مصر أولى من خارجه. عظيم جدا، بشكرك جدا يا دكتور، كل الشكر لحضرتك دكتور خالد عمران أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية.